خامس المراكز مكانه شعار مبارك. مبارك بن سالم بن جهويل المري. التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع منافسات هذا الصباح. نتابع هذه الانطلاقات الخاصة بسن الحقائق ومنافسة الأربعة كيلومترات. شوطنا الثالث عشر مشاهدينا الكرام تعلن بداية وانطلاقة في منافسات هذا السن. نتابع هذه الأعداد التي بدأت بالتزايد. بدأت أيضا الأعداد في هذه الأشواط تتزايد مع اندفاع وانطلاقات هذه الأشواط الخاصة بأيضا هذا السن، سن الصغار. نسير مشاهدين الكرام إلى البداية لنتابع الخمس المراكز الأولى. نسير هناك مع أول المراكز ومقدمة الشوط. أتابع البداية هناك مع شرف عتيق بن فرام بن عتيق آل بريد المري هنا مع البداية والصدارة وثاني المراكز. ثاني المراكز من الجانب الآخر. أتابع التدخل والقدوم في هذه اللحظات. هناك طماع جابر بن حمد بن سالم الفيده المري هناك مع انطلاقه ثاني المراكز، ولكن هناك التجاوز من دروب علي بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه هنا القادم والمتواجد مشاهدينا الكرام. ومن الجانب الاخر هناك اسماء ايضا الشعارات القادمه والمنطلقه متابعينا الكرام. وصلت غنايم سعود بن جابر بن سالم بن خليف العذبة، ولكن الله هناك القادمة في هذه اللحظات. أتابع مذيار العثة والخزع بالعثة العامري وخامس الأسماء مشاهدينا الكرام. أتابع الوصول هنا. وصلت شواهين حمدان بن رملي بن محمد بن مطر العامري هنا القادمة والمتواجدة في خامس المراكز مع ختام نداءنا الأول مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقة. ولكن أعود هناك مع البداية والصدارة. أتابع شرف هناك على أول المراكز عتيق بن فرام بن عتيق آل بريد المري هنا مع البداية والصدارة. ولكن أتابع القدوم. وصلت مذيار العثة بخزع بالعثة العامري هنا مع ثاني المراكز. الأسماء القادمة هناك تجاوز وانطلاق من طماعة جابر بن حمد بن سالم الفيدة المري. الله هي القادمة. أتابع القدوم. أتابع الاندفاع هنا وهج ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي يصل في هذه اللحظات. وانطلاقة مشاهدينا الكرام شواهين حمدان بن رملي بن محمد العامري هنا القادمة في هذا الانطلاق. ووصول أيضا من منحاف سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي يصل في هذه اللحظات. بدأ الهجوم مشاهدينا الكرام. ولكن أعود مع الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير. الله يا الصدارة هناك مع البداية شرف ولكن غيرت مشاهدينا الكرام. طماع جابر بن حمد بن سالم الفيده المري ينطلق مع البداية والصدارة. شرف هنا مع ثاني المراكز عتيق بن فرام بن عتيق آل بريد المري. ولكن شو بن رشيد وصل بن رشيد القادم مع منحاف سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. وهناك القدوم. وصلت مشاهدينا الكرام إعلان معتوق بن برقش بالطبازه العامري يصل في هذه اللحظات. بدا الهجوم ولكن الله يا الفيده هناك مع الصداره مع طماعه جابر بن حمد بن سالم الفيده المري. طماعه ولكن الله يا منحاف وبن رشيد قادم مع منحاف سعيد بن خليفه بن رشيد السويدي. ولكن الله. وتابع القدوم. وصلت محبه سالم بن حموده بن باروت العامري يصل في هذه اللحظات. هناك القدوم. وعد هادي بسعيد بن عبد الهادي البنا المري. الله 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 على هذا الاداء والانطلاق هنا مع بن رشيد مع منحاف مع الصداره. ما يخاف ايضا قائد منحاف في هذا الشوط. الله عاشق السلاله الشاهينيه يقدم منحاف في هذا الانطلاق الممتاز. تهانينا والناموس سعيد بن خليفه بن رشيد السويدي. ثاني المراكز كان الوصول
من وعد هادي بسعيد بن عبد الهادي البنا المري وثالث المراكز. كان الوصول مشاهدينا الكرام من سياسة محمد بن عبيد بن راشد بن صندل آل علي ورابع المراكز. كان الوصول مشاهدينا الكرام من معزة حمد بن عبد الله سعيد بن سالم بن نعيمي وخامسا. اذا مشاهدينا الكرام خامس المراكز سوف نتعرف عليها بعد ايضا الاعاده والتوقيت الزمني هنا مع منحاف مشاهدينا الكرام. 6 دقائق 7 ثواني وجزئين من الثانيه. تهانينا والناموس لمالكي منحاف سعيد بن خليفه بن رشيد السويدي ثاني المراكز. ثاني المراكز وصلت وعد ب6 دقائق و8 ثواني وجزء واحد من الثانية. نهني هادي بسعيد بن عبد الهادي البنا المري وثالث المراكز. كان الوصول مشاهدينا الكرام نتابع أيضا من خلال الإعادة. وصلت مشاهدينا الكرام محبة ب6 دقائق 8 ثواني 4 أجزاء من الثانية. نهني سالم بن حمودة بن باروت العامري من حصلت على المركز الثالث. رابع المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام هنا من خلال أيضا الإعادة. وصلت معزة حمد بن عبد الله سعيد بن سالم بن نعيمي وخامس المراكز. اذا هكذا كانت النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام. تهانينا والناموس للجميع.